السلام عليكم. طيب، تكلمنا عن السويتش والفرق بين السويتش والبريدج، وتكلمنا أيضا عن الهاب والفرق بين الهاب والريبيتر، أيضا فرق بين الهاب والسويتش ككونسبت، وأهمية تواجد أو شو مشاكل والمعوقات اللي بيقدمها الهاب، وكيف حلها السويتش. تكلم عن جهاز ثالث وهو مهم في الشبكة، ألا وهو الراوتر. وحكينا عنه سابقا، الراوتر جهاز يتم استخدامه لربط الشبكات المختلفة. كل انترفيس عندك موجود في الراوتر هو عبارة عن نتورك. هذه نتورك، أنا بربطها one interface على الراوتر. هذه الموجودة عندي هون أيضا نتورك، بربطها انترفيس على الراوتر، وهكذا أيضا هذا نتورك. أي انترفيس موجود على الراوتر هو عبارة عن one network. فالراوتر يعتبر لاير 3 ديفايس، بيفهم اي بي ادرس. الفوروردنج ديسيشن تبعه قائم على الاي بي ادرس او الراوتنج تيبل اللي بيبنيه. الراوتر بيشتغل في لاير 3، الادرس تبعيته ار ادريسبل. راح تلاحظ كل انترفيس للراوتر عليه اي بي ادرس 192 168. انا معطيك 10 0، طبعا ممكن نحط مثلا 10.1، هذه النتورك اللي بيضمها الراوتر. هذه one segment، هذه one segment او one network، وهذه one network. ال exchange للداتا في layer 3 بسميه packets. هنا لما اقول والله الراوتر عم بيعمل forwarding للباكيت القادمه من PC 2 على PC مثلا الموجود عندي في الاسفل، فهذه بسميها ايش؟ packets. الداتا اللي بتمر من خلال الراوتر بنسميها packets، تمام. وهذه راح لما نحكي عن الاو اس اي موديل راح نحكي عن شو يعني باكيت، شو يعني فريم، شو يعني بت، شو يعني داتا، شو يعني سيجمنت. في كل لاير مختلفه بنسمي الداتا عندي بمسمى مختلف. فنفهم انه الراوتر هو جهاز يستخدم لربط الشبكات المختلفه ببعض. الديسيشن تبعه قائم على الاي بي ادرس او الراوتنج تيبل اللي ببنيه. طبعا هذا الراوتر ممكن يتعلمه dynamically باستخدام الراوتينج بروتوكول، الدايناميك راوتينج بروتوكول راح اتكلم عنها لاحقا، مثل او اس بي اف، اي اي ار بي، الريب، البي جي بي، ان وات ايفر وي هاف. ممكن يتعلمها من ناحيه الاستاتيك، احنا نعرف له والله اذا بدك تروح على النتورك الفلانيه اطلع من البورت الفلاني. فبتعلم هو الراوتينج او ببنيه حسب، يا انه ببنيه بالدايناميك انفورميشن، واحنا غالبا بنستخدم الدايناميك، او بنستخدم الاستاتيك في بعض الكيسز. الفرق بينه وبين الفاير وول، لاحظ انا معطيك هنا مثال على الراوترات السيسكو اللي هي الاي اس ار 4300. الفاير وول هلا قصه الفاير وول قصته يعني او الجينيريشن تبعيته له عده اجيال. الفاير وول بدا يعني في عده مراحل تطور. حاليا الفاير وول اللي نحكي عن كرنت فاير وول وهي نيكست جينيريشن فاير وول، فيها بعض الفرق بينها وبين الراوتر، ان الراوتر ذو امكانيات في موضوع الراوتينج والوان كونكشن، انه يربط شبكات في تكنولوجيز معينه بيستخدمها، الفاير وول كانت سبورتد. المين بيربس او الهدف الاساسي من الفاير وول اللي هو يعمل مونيتورنج للترافيك. انا بجيب فاير وول حتى احمي حالي، بيكون هو جدار حمايه اسمه. انا ممكن اكتب رولز عليه، هذه الرولز اقول له والله الترافيك اللي جاي من البي سي فلاني على الموقع الفلاني اعملها دروب، بيعمل لك دروب. بكتب له رول والله المواقع السوشيال ميديا اعمل لي اياها بلوكينج، كل الانترنال نتورك اللي راح تحاول تطلع السوشيال ميديا في عليها بلوكينج. فالفاير وول هدف منه اساسي مونيتورنج تراكينج ترافيك. صار النكست جينيريشن صار في انكلود لبعض الراوتينج انفورميشن، بقول لك انا البيسك راوتينج انفورميشن، يعني بتلاقي مثلا بالفورتي جيت مثلا او حتى بالفاير باور بيدعم الراوتينج بروتوكول، بيدعم الاو اس بي اف، بيدعم الريب، بيدعم مثلا اي اج ار بي لانه كان هو اساسا سيسكو، بس بعض الشركات صارت تعمل له ادخال لانه بعام 2013 اعتمدت سيسكو الاي اج ار بي بروتوكول تو بي اوبن ستاندرد. بيفور كان سيسكو كسيسكو برودكت او سيسكو ديزاين وغير ذلك. فصار بعض الفيتشرز اللي تختلف انه الفاير وول صار بعض يعملوا له انكلود لبعض الفيتشرز اللي موجوده في الراوتر بس، لكن الفاير وول لسه له فانكشناليتي كبيره كثيره
له سكيورتي بروفايلز، صار في امكانك انك تعمل تراكينج او مونيتورينج لاي نوع من الترافيك. صار عندي مفاهيم، هلا بدا عندي من الباكيت فلترينج فاير وول، بعدين صار عندي الابلكيشن فاير وول، البروكسي فاير وول هو نفسه، بعدين ظهر عندي مجموعة جنريشن كثير، اليو تي ام فاير وولز، حاليا نيكست جنريشن فاير وول، ديب انسبكشن فاير وول، كلام بالفاير وول كبير. لما نيجي نخوض في قسم السكيورتي راح نتكلم عن الفاير وول ان شاء الله بالتفاصيل. بس انا ليميتد راوتينج كابابيلتيز للفاير وول، هذا بيختلف عنه. والهدف الاساسي من الراوتر هو الربط بين الشبكات المختلفة، الفاير وول الهدف الاساسي مونيتورينج للترافيك بحيث اني اعمل بلوكينج او دروبينج او وات ايفر اي كان دو، يعني اني اكشن ضد النتورك. الراوتر كيف بيعمل؟ الراوتر بيسجل في كل انترفيس عنده شو النتورك، يعني ببني شيء بسميه راوتينج تيبل. راوتينج تيبل جدول ورقه بيصفط فيها كل النتورك. انا موجود عندي على الانترفيس، موجود عندي على الانترفيس بيكتب عندي على الجيج 1/1، موجود عندي النتورك اللي هي 192.168.10.0/24، بيكتب انا عندي في الجيج 1/2 192.168 سوري 10.10.10 10.10.10.0/24، وبكتب عندي انا على الجيج 1/0 في عندي النتورك اللي هي 62.200.196.11/29. فبيعرف، فاجت ترافيك مثلا من برا اكسترنالي على سبيل المثال، هذه الترافيك لنفرض انه جتني اكسترنال ترافيك، هذه الترافيك رايحه على البي سي، فبيعمل تشيكينج البي سي 1 الاي بي تبعه قديش 192.168.10. انا النتورك هذه هو ضمن اي نتورك؟ هذه النتورك او هذه السيجمنت هو موجود وين؟ على الانترفيس صار. خلاص خرج هذه ترافيك على الانترفيس صار. طبعا بتصل للجهاز المعالج. فهذا الهدف من اساسي من الراوتر. طيب النتورك توبولوجيز، تصاميم الشبكات سواء بين الماضي والحاضر او بين الماضي ومشاكله نحكي والحاضر، وشو المودرن ديزاين اللي احنا صرنا نعتمده في النتوركينج. بريفلي في عندي عده توبولوجيز في النتورك، في عندي الباس توبولوجي، عندي الرينج توبولوجي، عندي ستار توبولوجي، عندي المش توبولوجي او الفولي مش توبولوجي، وفي عندي الهايبر توبولوجي. نبدا باول نوع من انواع التوبولوجي اللي هو الباس توبولوجي، وهو ليجاسي تم استخدامه هو والرينج في الثمانينات والتسعينات، لكن كان في هناك مشاكل معوقات أصبحوا unused. ما أظن في وقتنا الحاضر still we anyone can use the bus، أو يعني بستل بيستخدم الباس تكنولوجي. شو الباس تكنولوجي؟ ما فكرتها زي فكرة الهب، ذاك أنا حكيت لك على الهب، قلت لك الهب مبني على الهب مبني على الباس توبولوجي. الباس توبولوجي كأنه خط ساير بين الكل على بشكل تالي، أنا شابك من جهاز إلى الجهاز اللي جنبي، الجهاز اللي جنبي شابك لجهاز، لاين ون لاين شابك كل هذولا الديفايسز ببعضهم. فلما كان في عندي مشاكل، شو مشاكل هذه الشبكة؟ لما يبعث مثلا الجهاز الموجود هون بدي يبعث للجهاز الموجود هون، راح تمشي الترافيك زي هيك وترجع. طيب لو بنفس الوقت بعث هذا الجهاز، شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كولاجين. نفس فكرة الهب، لو هذا بيبعث وهذا بيبعث في نفس الوقت بصير عندي كولاجين. حاولوا يحلوا مشكلة الكولاجين في هذه اللي هي في بمفهوم جدا رائع اسمه كولاجين ديتكشن مالتي اكس، او كولاجين سي اكسس، اظن انه سي ام اس اي او سي اس ام اي سلايس سي دي كولاجين سوري كارير سنس مالتي اكسس كولاجين ديتكشن. وكان في مفهوم ثاني سي اس ام اي سلاش سي avoidance بس collagen avoidance. كيف يحاول يحلوا هذه المشكلة؟ إنه هذا في نحكي عن بالقرن الماضي وفي عز استخدام في وقت استخدام الباستوبولوجي، إنه كانت تعاني من موضوع الكول اللي هو نفس مشاكل الهب، إنه في عندي كولاجين دومين
في عندي تصادم للداتا، في عندي دروبينج، في مشاكل في النتورك، وعندي موضوع السكيورتي. فحاولوا يحلوا مشكلة الكولاجين باستخدام تكنيك أنشأوه، طبعا هذا التكنيك من الاي تريبل اي انستيتيوت اوف الكترونيك، اي ثينك الكترونيك انجينيرينج، اللي هي معروفة الاي تريبل اي. الاي تريبل اي انشأت هذا التكنيك او هذا البروتوكول. شو بيعمل هذا البروتوكول؟ اسمه كارير سنس مالتي اكسس كولاجين ديتكشن. شو بيعمل؟ الانترفيس كارد موجود على كل ديفايس من هذول، بفعل هذه الفيتشر، عم بفعل فكره انه انا بستمع، بعمل ليسننج على الخط، بتاكد انه ما حدا عم بيرسل في اللحظه هذه. لما اتاكد انه مثلا ما في حدا عم بيرسل، لما اتاكد انه ما في حدا عم بيرسل، انا بامكاني وقتها اني اقدر ارسل. كولاجين كارير سنس ام اي مالتي اكسس كولاجين ديتكشن ام اي كولاجين افويدنس. تمام. فالفكره انه الجهاز او كرت الشاشه، كرت الشبكه الموجود على كل جهاز، راح يعمل ليسننج على الخط. هذا الليسننج زي الفولتج سبايكي، بيطلع على الخط، هل في فولتج سبايكي عم بيصير عندي؟ هل في ترافيك عم تمشي على اللاين الموجود عندي هون؟ ما فيش حدا بقدر ابعت، اذا في حدا لا بوقف بستنى حتى ما يكون في حدا عم بيرسل. فلو سبيل المثال انه هذا الديفايس بدي ابعث، بيعمل ليسننج على الخط، فيش حدا، اوكي انا بكنسل، بظن انا كنسل، فبالتالي ايش؟ انا منعت موضوع التكنولوجي. طب لنفترض انه اثنين من هذول الديفايسز عم بيستمعوا بنفس الوقت. هذا قاعد بيستمع وهذا بس. افترض هذا الكيس، هذه الكيس رائعة. افترض انه هذا الكيس وهذا الكيس، مثل هذول الديفايسز عم بيستمعوا، واثنين بنفس الوقت اكدوا فيش حدا، راح هذا باعث وراح هذا باعث. طب شو الحل؟ بصير كولاجين؟ بصير كولاجين. طوروا المفهوم واضافوا اشي اسمه على ما اذكر باك اوف تايمر. لو صار في هذه الحالة اثنين استمعوا بنفس الوقت واثنين ارسلوا بنفس الوقت وصار في كولاجين بوجود السي ام اس اس، بيرجعوا على بعض. التكنيك نفسه او الالجوريثم بيعطي راندوم تايمر لكل ديفايس. شو الراندوم تايمر؟ بيقول له هذا انت استنى 10 ملي سكند، وانت بعطيه راندوم فالي ممكن يعطيه 20 ملي سكند. مثلا هذا بيبعث اول بعدين بيرجع هذا بيبعث. بالرغم من هذه هذا، لكن التكنيك اول اشي غير قابل للتطبيق في الحياه العمليه. انا هسه عندي 100 ديفايس ممكن في الشركه، اشبك كل واحد لاين 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 لكل بعض، وبعدين اذا صار عندي قطع هون في واحد من اللاينز، كيف انا بدي ممكن اصل للنتورك؟ ما بقدر اصل للنتورك. فبالتالي كثير معوقات في هذا موضوع الكولاجين، موضوع انه صار عندي قط في اللاين هون راحت الشبكه كلها تقع عندي، موضوع السكيورتي ايضا، موضوع انه انا الباندويث، موضوع انه انا هون عم بشتغل هالف دوبلكس، انا واحد راح يرسل مش الكل عم بيرسل، هالف دوبلكس، هالف دوبلكس وان كان ترانسميت، يعني وان كان ترانسميت اور ريسيف، راح نحكي عن هالف دوبلكس والفول دوبلكس لاحقا. بس هون انا عم فقط جهاز واحد راح يكون مسموح له ات ذا سيم تايم انه يرسل. تخيل عندك 100 جهاز، واحد بيرسل، ال 100 ال 99 بيستنوا تخلص الجهاز الاول، بعدين مثلا بيجي للجهاز الثاني الدور، البقيه بيستنوا. فبالتالي هي ان افيشنت، يعني مش فعاله في النتورك كونكتلي. فهي فكرتها زي فكره الهب. بعدين صار في عندي موضوع الرينج، والرينج برضو الرينج زي بسموها التوكن رينج نتورك. الرينج بيكون عندي واحد اسمه الرينج مونيتور ديفايس، مثلا الديفايس هذا لنفرض انه بدي يبعث للديفايس الموجود عندي هون، راح يمشي يبعث للموجود عندي جنبه، وهذا بطرفه راح يبعث لانه مش له الداتا، راح يبعث لها حتى تصل لعندي الجهاز الفلاني، بعدين هذا راح يرد يرجع للنتورك كله. ونفس الشيء في الرينج، انت بتلاحظ انت عم تعمل هابينج على مالتيبل ديفايس، وانه هذول الديفايس نو نيد تو يوز ذيم. انت اول شيء عم تاخذ تستهلك
للباندوث الموجود عندك. شغلة ثانية، أنا هذا الديفايس مش معني، أنا مو مضطر إني أوصي، هو يكون وسيط يوصل لي الرسالة تبعتي أو الداتا تبعتي للجهاز اللي تحت. فأرضو هذه سكيورتي ريسك. لنفترض صار برضو عندي هنا قطع، صارت الشبكة ان افيشنت، فمشاكل الرينج موجودة، فمشاكل الرينج قريبة أو في تشابه بينه وبين الباس توبولوجي. غير انه نعرف انه اللي هي راح يكون في كونسيوم عالي للباندويث، برضو الكوست هون عالي جدا، اني انا اركب شبكة اشبك كل جهاز لازم احط له 2 كرتين شبكة. تخيل انا كل جهاز عندي يكون عليه كرتين شبكة، موصل في واحد والثاني هون كرتين شبكة وصل، غير اللي يعني انا لو برضو تخيل لما يكون عندك 100 جهاز وعندك الشركة بجوز مساحتها 2000 متر مربع، فبالتالي ان افيشنت اني اربط بدي كيبلينج، بدي راح تكلفني كيبلينج كوست عالي، وهذا راح يقوم عليها موضوع الترابل شوتينج، انه صار في قطع في منطقه معينه، انا عندي 100 كيبل، راح تكون موضوع شوي معقد في عمليه ترابل شوتينج. برضو هذا الديزاين ان افيشنت. بعدين ظهر عندي موضوع الديزاين الستار توبولوجي، واللي هو قائم عليه السويتش. هون السويتش قائم على الستار توبولوجي. والسويتش وهو الديزاين المستخدم حاليا وفي اغلب الشركات احنا بنستخدمه، سويتش شابك عند النقاط. صار عندي فيلير على واحد من الديفايسز، البقية ما بتأثروا، يعني صار عندي قطع عند هذا، هل الديفايسز اللي هون تأثروا؟ لا خلاص، هذا معروف عندي. فمن ناحية ترابل شوتينج اسهل، من ناحية انه انا ما ضغطت، يعني انا ما عم برسم ببعت لفلان حتى يوصلني لفلان، فبالتالي انا بشغل خط وبقلل من الباندوث، بستهلك باندوث وسي بي يو ريسورسز للاذر ديفايسز، للديفايسز الموجوده عندي حتى اصل للاخرين. فستار توبولوجي اتس بيتر، اتس ذا بيست اند مور يوز ان ذا نتورك. بس فيها مشكله. شو المشكله؟ هي شابكه اوريدي كلها مع سنترال بوينت، واللي هو سويتش اللي هو بيشبك الاند ديفايس. لنفترض هذا السويتش وقع، مش كل الديفايسز خلاص مش راح يصير في كونكتيفيتي، هذا بنسميه مشكلة الستار توبولوجي اس اس سنجل فيلير سنجل بوينت اوف فيلير. سنجل بوينت اوف فيلير واحدة من اخطر، انت كمهندس شبكات دائما صح هي بتكلفك ان حتى تحل هذه المشكله كبدك، ما يعني راح تكون عليك تكاليف عاليه عليه، لكن اطرحها في الشركه اللي انت موجود فيها. سنجل بوينت اوف فيلر يعني معناته اذا وقع هذا السويتش صار في مشكله، انتهى موضوع الشبكه كلها، كل الشبكه راح توقف، لانه هو النقطه المركزيه اللي شابكه كل الديفايسز ببعض، بالتالي هذه نقطه حساس بنسميها سنجل بوينت اوف فيلير، صار فيها مشكله الشبكه صار عندي فيها مشكله. هذه احد نحكي الديس ادفانتج او سيئات اللي هي الستار توبولوجي. طب كيف حلوها؟ راحوا على المش توبولوجي والفول مش توبولوجي. المش توبولوجي والفول مش توبولوجي، يعني انا كاني شبيه انه انا بجيب السويتش بديل هون. خليني بس اوضحها هون كنقطه كيف ممكن تكون. ممكن انا اجيب سويتش هون واعمل كونكشن مع الديفايسز هذه هون، كل ديفايس هذا راح نحكي عن النتورك، لما نحكي عن النتورك ديفايسز فصار عندي 2 لاينز او 2 نشوف هذا السويتش شابك مع السويتش الموجود هون، صار في هذا فيلير، هذا بيقدر يقوم بالشبكه، فصار عندي ما صار عندي سنجل بوينت اوف فيلير. فهذا لما نحكي عن النتورك ديزاين او الاركيتكتشر راح نحكي عن هذه المواضيع. هذه ديزاين مهم جدا، خصوصا لازم تطبقه في الداتا سنتر، لمركز البيانات اللي كل الدنيا بترمي فيه، لازم يكون عندك بيسموها الباك اب او الفيل اوفر او بيسموها الريدندنسي، لابد يكون عندك هذا الشيء. فبالتالي المش توبولوجي انه لاحظ انه في عندك مش وفي الفول مش. الفول المش توبولوجي
مثلا عندك البي سي موجود عندي هون، لو صار في فيلير منه حتى يصل البي سي هون ممكن يصل بأقرب خط عليه، لو صار في فيلير صار عنده أكثر من طريق يصل البي سي، عنده أكثر من طريق يصل البي سي. هذه بيسموها المش. الفول مش معناته كل ديفايس موجود عندي مشبوك بالديفايس الآخر، يعني أنا مثلا بي سي الموجود عندي هون بس معاه كونكتيفيتي على هذا وهذا، لو صار في فيلير من هون بيقدر يصله من هون، عنده بديل واحد. طيب هذه لو بدي اعملها فول مش لازم هذا يكون زي لديفايس هذا، الديفايس هذا له ثلاث طرق بديله وهذا له ثلاث طرق بديله لوصول اي ديفايس، نفس الشيء لازم تكون كل ديفايس موجود عندي في الشبكه له كونكشن على ديفايس اخر، يعني له كونكشن على الديفايس الاخر، يعني عندي كلها فولي مش، كل واحد عنده عدة طرق للوصول للآخر. فلو شبكنا من هون لهون هيك صارت فول مش، لأنه هذا صار له نفس هذا ثلاث طرق لحتى يصل الديفايس الثاني. الفول مش والمش تستخدم وكثير، احنا بنجمع بين الستار والتوبولوجي في الهايبر توبولوجي اللي هو اكثر شيء، يعني بنحكي بنجمع بين الفول مش والمش. طبعا اني اطبق مش او فول مش على النتورك كلها راح تكون الكوست كثير عاليه، لانه انا بدي اعمل بديل لكل ديفايس مع الاخر، عده بدل عده طرق مختلفه لحتى يصلوا، صار في فيلير على ون من الخطوط لازم يكون في خطين او ثلاث بديلين، هذا بتكوست تو ماتش ماني، يعني بدك مصاري تدفع لحتى تستثمر وتصل لهذه الكونسبت. لكن احنا دائما بنجمع بين الكونسبت، وين الكريتيكال اريا لازم تطبق عليها مش، يعني انا بالداتا سنتر اللي فيها سويتش السيرفرات الرئيسية وفيها الراوتر الرئيسي لابد يكون عندك فول مش، لازم إذا صار مشكلة في واحد الشبكة ما تقع عندك كلها. ليش أنا بحكي عن المراكز الرئيسية؟ لأنه هي النقطة الرئيسية أو المركزية اللي بتجتمع فيها كل الديتيلز، صار عندك دروب على واحد من هذا يكون في عندك بديل يحل محل هذا الشيء. فهذه باختصار موضوع. طيب نتكلم بشكل سريع على اخر موضوع اللي هو انواع النتورك. انواع النتورك عندي ثلاث انواع من النتورك، في عندي اللان نتورك، في عندي المان والوان. اللان هي اللوكال اريا نتورك، المان المتروبوليتان اريا نتورك، والوان الوايد اريا. اكثر شيء نستخدمه نقول دائما لان وان في البرودكشن اريا، لان مقصوف فيها الانترنال نتورك، انت داخل داخل الشركه تبعتك، داخل الشبكة تبعتك أو داخل المؤسسة تبعتك، الديفايسز الشابكين مع بعض، النتورك هذه ده هي اللان. لما تطلع أنت على الإنترنت وتستخدم الإنترنت من خلال سيرفيس بروفايدر أو تشبك مع فرع ثاني من خلال مثلا أنت عندك شركة وشبكتك زين، سوري عندك عندك شركة وعندك فرع ثاني في مدينة ثانية، واستخدمت زين، حاولت قلت له رحت على شركة زين شركة الاتصالات أو سيرفيس بروفايدر قلت لهم أنا بدي أعمل كونكشن بيني وبين الشركة فرع الشرع الفرع الشبكة الخاص فيه الموجود في المنطقة الفلانية، بقول لك تمام تعال بنركب لك راوتر ونعمل كونكشن في بي ان بيستخدم الوان تكنولوجي وبيربطوك، صار وان لانك انت استخدمت سكند بارتي لحتى تعمل كونكتيفيتي تو انذر بليس. فهذه الوان. اللان دائما السمول، طبعا هي باختصار غالبا انا مثلا المدرسة بشتغل في مدرسة او بشتغل في الجامعة، لو ناخذ على مستوى الجامعة، الجامعة مجموعة مباني وهذول شابكين كلياتهم مع بعض صح؟ وكلهم بيوزعوا بيرموا على مثلا مركز البيانات أو مركز الحاسوب. الجامعة هذه الشبكة تبعيتها بسميها لام. طب الجامعة مثلا في إربد نحكي اليرموك وإلهم مركب مكتب ارتباط موجود في عمان، بدي يعمل مكتب الارتباط الموجود في عمان في مدينة عمان كونكشن، شو بتروح الجامعة؟ تابعين الاي تي المسؤولين بيخاطبوا شركات الاتصالات، لان شركات الاتصالات عندهم كونكشن على كل مناطق الاردن او كل مناطق البلد اللي هم موجودين فيه. بقول لهم انا بدي اصل للمنطقه الفلانيه، كيف توصلني ككونكشن وكونكتيفيتي؟ بيجي بيقول لك تبع شركه الاتصالات كذا، هذه راوتر، هذه التكنولوجي اللي بنستخدمها، بنوصلك من هون لهون. بصير في كونكشن بين الجامعه ومبانيها المختلفه مع مركز الارتباط. لما تصير مين اتدخل في الوصل في المنتصف؟ اتدخل شركه اتصالات. هون انت صرت وان، لانك انت طلعت من خلال شركه اتصالات لحتصل لعالم ثاني، ومن خلال عالم ثاني وصلت للنقطه او من خلال شبكات مختلفه ثانيه اخرى لحتى وصلت للمنطقه. هم مرات بيحكوها بموضوع الديستنس، طبعا الديستنس ليس دقيق هذا الكلام،
بس يعني بقول لك انه الشبكه اذا كانت ضمن الرينج من 1 الى 10 كيلو متر فهي لان، اذا كانت من رينج 10 الى 1000 100 سوري هي وان مان، واذا كانت من رينج اكثر من 100 كيلو متر فهي وان. ممكن نقول صح ممكن ما نقولش صح، بس غالبا افهمها زي ما انا وضحت لك اياها. هي طبعا بشكل سريع غالبا تكنيكس المستخدمة في اللان اللاير 2 والايثرنت الراوتنج سويتشنج، هذا راح نحكي فيه لما نوصله. في الوان في عندي وان تكنولوجي، ام بي ال اس، في بي ان، في بي ال اس، بي جي بي راوتنج، وات ايفر وي هاف وان تكنولوجي، لاير 2 في بي ان، لاير 3 في بي ان، داتا لينك، وات ايفر، مايكروويف، هذه بسميها وان. السبيد اللان دائما انترنال بتستخدم الايثرنت، والايثرنت سريع. لما تروح على المان ميديوم، في الوان بتستخدم تكنيك طبعا الوان سرعه الوان بيحددها انت وامكانيات الشركه اللي انت موجود عنها. انت بتقول والله بدي سرعه 100 ميجا بت، بعطوك 100 ميجا بت السيرفيس بروفايدر حتى تصل لفرعك الموجود في منطقه اخرى. بدك 150 ميجا بت، 150. طبعا كل ما زودت السرعه وطلبت سرعه اعلى بينك وبين البرانش تبعك الفرع اللي فيه بتشبك معه، كل ما كانت التكاليف اعلى. تعال اعطيك مثال بها بتوضيح اوضح حتى تتصل الفكره اعلى بشكل افضل. واخر مثال، لنفترض انه انت تشتغل في شركه، الشركة الهيد كوارتر المركز الرئيسي تبعها في دبي أو في الإمارات، إلها برانش في عمان، إلها برانش في مصر إيجيبت، ماشي. تم تأسيس الشركة في دبي، الشبكة مثلا طابقين ثلاث مبنى كامل وات ايفر اتس، الشبكة الداخلية اللي أنت موجود مثلا أنت في فرع دبي، في ديفايسز، في عندك 100 ديفايس، في عندك 500 ديفايس وات ايفر ان ذيس كومباني، كلهم شابكين مع بعض. طبعا تشبك الان ديفايسز بايش؟ بسويتش، بسويتش بين بشبكك مع النتوركينج بين الشبكات المختلفة، قلنا راوتر. يعني انا هون عندي سويتش شابك الان ديفايسز، الان ديفايسز اللي عندي هون مشبوكين في سويتش، والسويتش هذا شابك براوتر، وهذا مطلعني على الانترنت من خلال شركة اتصالات. بروح اطلع على الانترنت اكيد من خلال شركات الاتصالات. يعني انت عندك زين، اومني، اورنج، انا عندي في الكويت اس تي سي، زين مثلا اريده، شركات الاتصالات في كل بلد في شركات اتصالات هي المسؤولة عن تزويدك او تطليعك على الانترنت، تخرجك على الانترنت من خلال شركات الاتصالات. فانا عندي الديفايسز هذه شبكة، صار افتتح لهذه الشركة فرع في عمان. طبعا انا هون ما دام انا هون انا لان انترنالي داخل هذا المبنى انا شغال لان، لان نتورك، لان نتورك. طب لما اخرج الى الانترنت مع هذا ويصير احتكاك بيني وبين العالم الخارجي، انا وان تكنولوجي، انا عم بستخدم وان تكنولوجي، عم بستخدم السيرفيس بروفايدر كوسيط يوصلني لشبكات عالميه اخرى او مناطق اخرى. افتتح تم فتح فرعين وبدك تشبك بينك وبين هذول الفرعين، يصير كونكشن بحيث انه انت الهيد كوارتر ومين ريسورسز كلها موجوده عندك، والجماعه اللي موجودين في البرانش المختلفه انه يصير بين بينك وبينهم كونكشن. بتروح على شركه اتصالات مثلا موجود في الامارات، شركه اتصالات بتقولها كذا كذا كذا، شركة اتصالات أكيد لها بينها وبينها اتفاقيات مع شركة اتصالات الموجودة في الأردن أو الكونكشنز الموجودة في الأردن، بيقولوا لك إحنا بنقترح التكنولوجي التالي، ممكن نعمل لك في بي إن وان تكنولوجي، طبعا هذه ممكن نعمل لك أم بي إل إس من خلال النتورك تبعتنا ونتخرجك على الأردن وغير ذلك أو وات إيفر. فبستخدم شو اسمه، بيستخدموا وان تكنولوجي، ومن خلال أجهزتهم والديفايسز والداتا سنتر تبعتك بيعملوا لك راوتينج، وبتقدر تصل الفرع الخاص فيك في عمان، والعكس صحيح وهم بيقدروا يصلوك. فهون انتهت صارت الشبكة اللي هي موجودة فيه، ومع الشبكة هذه الشبكة كلها كمدمجة هي وان نتورك بالنسبة لي، أنا بقولها وان نتورك. ونفس الكلام لما يكون مع البرانش الثاني مع الفرع الموجود في مصر، فأنا بقدر وان نتورك. فهذه شو اللان شو الوان، وان انترنالي أنا بشبك انترنالي، الوان لما انا اطلع على الانترنت واصل لفروع اخرى الي باستخدام الوان تكنولوجيز اللي راح احكي عنها لاحقا، بصير عندي موضوع المان بيناتهم، بس يعني نادرا تستخدم، بس المان بيناتهم. يعني انا كاتب لك غالبا ضمن السيتي الواحده، زي اظن انه مان ممكن نحكي عنها هسه، عندنا شركه وزاره الاتصالات في الاردن كانوا متبنيين مشروع اسمه الام بي اي نتورك برود باند شيء، وكانوا بيمدوا فايبر لكل الأردن وكل المدن كشركة واحدة كوزارة،
وهي مسؤولة عن كل هذه الخطوط، وعلى مستوى الأردن نقدر نقول عنها عمان، لأنها عم تعمل سيتي مع سيتي، إربد مع عجلون مع الطفيلي مع المفرق مع 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 وات إيفر. هذا الكونكشن ممكن نقول عنه كلمة وان. تمام، بنكون هيك خلصنا محاضرة اليوم، بس أنا في نهايته بدي أحكي لكم في تاسك أقرأ لكم إياه، بس أوضح لكم الأشياء الأساسية ومطلوب منكم قبل المحاضرة القادمة يكون محلول. التاسك بقول لك يو ار نتورك ديزاين، طبعا هو بدي افهم منك انك فهمت شو معنى شو يعني سويتش وشو يعني راوتر، هو هذا التاسك بيهدف لهذا الشيء. بقول لك يو ار نتورك انجينير ات اكس واي زد كومباني، يور نتورك تيم ليدر اسك يو تو دو ا نتورك ديزاين فور ا كومبانيز برانش ابون ذا فولوينج كرايتيريا. بقول لك انا انت مهندس شبكات، اجاك تيم ليدر او المانجر اي تي مانجر الخاص بي، قال لك فلان احنا هنفتتح فرع في المنطقه الفلانيه، عندي الاشياء هذه، لازم يكون عندي 30 بي سي، وعندي 6 لابتوبس، وعندي 6 برنترز، وعندي 15 اي بي فون، وعندي 6 اكسس بوينت، وعندي 1 اكسس كنترولر، اكسس بوينت كنترول حكينا عنه الوايرلس كنترولر، وعندي 6 اي بي كاميرا. وقال لك انا بنستاجر خط من السيرفيس بروفايدر بسرعه 150 ميجا بت بير سكند، والديفايسز انا عندي موجوده متوفره، هذا هم عندي راوتر اسمه سيسكو اس جي، هذا السمول بزنس 350 448 بورت، عندي منه اثنتين، طبعا هذا السرعه تبعته ليميتد البورت 1 اللي هو فاست ايثرنت، سرعته 100 ميجا بت بير سكند. هذا عندي اثنين من السيسكو 2960 اس، وعندي اثنين وعندي واحد راوتر اي اس ار 400 4331، طبعا هذا بدون بيرفورمانس لايسنس، وبالتالي هو سبورتد ل 100 ميجا سرعه فقط. اما عندي واحد ايضا اخر مع لايسنس بيرفورمانس، طبعا لما يكون عليه لايسنس في السيسكو ال 4300 ومفعل عليه البيرفورمانس لايسنس بدعمك سرعه لحد 300 ميجا. بقول لك draw the best design and recommend the device to be used. افهم السؤال، افهم شو الكونسبت تبع السويتش، شو الراوتر، السويتش لازم يشبك الان ديفايسز، هاي كلها ان ديفايسز، مين تختار هذا ولا هذا؟ ليش هذا وليش مش هذاك؟ طبعا شو يعني 1 جيج السرعه؟ يعني 1000، عشان اللي ما بيعرف ال 1 جيج، 1 جيجا السرعه يعني معناته 1000 ميجا بت بير سكند. ومين راح تختار هذا اللي بيدعم سرعه 100 ولا بيدعم هذا السرعه 300؟ انت حسب الريكويرمنت تبعك، بتقول لي والله انا بتخيلت انه يكون في عندي بدي استخدم واحد من هذا وواحد من هذا، لا بدي استخدم هذول الاثنين، بدي استخدم لا هذول الاثنين، ليش؟ وقول لي بس انا بتفهم انك فهمت قصة السويتش وين هو موجود، وين موقعه لازم يكون، والراوتر وين موقعه. فهذا التاسك مطالبين فيه ان شاء الله. بنكون هون انتهينا من محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.